سعد السفير سعد القنصل بحضور كريم. انا بغيت نهضر على الموضوع اللي هو كنظن كيهم كاع الجاليه، وهو انه كل سنه كتنظموا هذيك عمليه العبور، عمليه مرحبا. وقبل ما نوصل لعمليه مرحبا سعاده الوزير، كنظن بلي انه خص وسائل النقل تكون كما يقولوا راه الاشاره للجميع. انا غادي نتكلم على الخطوط الملكيه المغربيه اللي الثمنه ديالها ولات خياليه، اللي واحد اربعه الى عنده ثلاثه ولا اربعه ديال الاطفال راه ما يمكنلوش ياخذ الطياره، وسورتو ملي كيوصل الصيف جو كومبرون با علاش كيتريبلو لي بري. باش نكونوا واضحين، دابا كاين واحد الاشهار كنشوفوا لي بوس، كنشوف ميريكان 300 يورو، افريقيا ب 500 يورو، ولا باش تمشي لوجده ب 600 يورو. هادشي ماشي معقول. الى عمليه مرحبا ساعه الوزير تعطونا قرعه تاع الماء، ما غاديش نحتاجوها. نقول صراحه حنا خصنا تكونوا دي زاكسيون اللي تهم الجاليه ديالنا. واحد القضيه اخرى في وزاره على سبيل تاع النقل، انا كناخذ باغ اكزومبل ساعه الناظور، ما كاين حتى شي باخره مغربيه، كنمشيو مع الطريه اللي كتكرسوا علينا، والثمن ما نقولش ساعه السفير ساعه الوزير بور اون فامي دو 4 بيرسون سا فوازي لي 3000 يورو 4000 يورو. وراكم عارفين اوروبا ما بقاش ما اوروبا تاع القديم، يعني ولينا نعاني، ولينا نعاني بشلا ديال المسائل الاقتصاديه تو. على ما نظن قبل باش تقولوا حنا بالصفه علينا نمشيو للمغرب، علاش ولاد المغرب؟ بصح غادي يجي واحد الوقت ولادنا يبقاو يمشيو لاسبانيا، سا كوت دي فو ما شير، وكلشي رخيص، كلشي هذاك. المغرب باش نوصلوا له ولا علينا صعيب. باش نكونوا واضحين ساعة الوزير، حنا نبغيو بلادنا، وهذا الشيء اللي كنهضروا، هذا الشيء بغيره وبالوطنيه ديالنا كنهضروا على هذا الشيء، ماشي كنعاتبوا، كنقولوا سي ان كونستا، راه واقع كلشي كيقولوا، راه ما كنهضرش على راسي. و سي دوماج جبتوا هنا شخصيات محترمه تبارك الله، حتى المدير تاع شركه تاع الوري الماروكي خصو يكون هنا باش حتى هو يجاوبنا، ما عليناش. دابا بغيت نهضر على واحد لو دوزيام فولي باش ما نطولش، انه كمنظم حفلات كنبغي نبغي بلادي، باسكو على ما كل واحد كيفاش كيمثل بلادو، كنبغي ننظم سهرات ثقافيه راه كيعرفوها الناس تو. انا ساعه الوزير كتبت لكم، انا شخصيا كتبت لكم ليكم عن طريق السفاره عن طريق القنصليه، حتى الان بلو ما دمي حتى شي رد، غير قولوا لي سجلون هذاك البروجي ديالك نول، مي غير ردوا علينا احتراما للعمل ديالنا، باسكو راه في غياب كما يقولوا بعض الانشطه تو كنحاولوا ك سوسيتي سيفيل حنا كننظموا حفلات تو، مي خصكم تعاونوا معنا. علاش؟ كلشي ولا غالي، سواء الفنانه سواء السهرات اللي صاليتو، تاع مي كنصيفطوا لي دوسي ما كيجاوبوناش، بغينا نعرفوا كجاليه يمكن على ما نظن، ما غاديش نهضر شي حوايج ما كنعرفهاش. على ما نظن عندنا واحد الميزانيه اللي كتشعب بها المسائل الثقافيه في الدول الاوروبيه، بغينا نعرفوا هاد الفلوس فين كيمشيو، شكون اللي كيديهم، وحنا كنصيفطوا الدواسات احترام للعمل ديالنا، غير جاوبونا بالرفض ولا بالقبول، وشكرا.